ارتفاع حالات الشفاء بفيروس كورونا بإقليم صفي إلى 14 حالة وتسجيل حالة وفاة جديدة. انتخاب حنان مبروك رئيسة للمجلس البلدي لمدينة اليوسفية، والاستقلاليون يصوتون ضد مرشحة حزبهم. رغم دورها الكبير في التصدي لفيروس كورونا، ارتداء الكمامة الواقية بأسف بين الالتزام وعدم الانضباط. كساد غير مسبوق يضرب باعة الفخار بأسف في زمن كورونا. سلطات أسف تواصل حملات المراقبة وإجراءات تخفيف الطوارئ الصحية. نشرة الأخبار من صافي جود، أهلا بكم. أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المملكة ابتداء من يوم السبت لغاية يوم الأربعاء، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و44 درجة. أسلمت الروح إلى بارها صباح اليوم السبت بقسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بأسفي مريضة بفيروس كورونا المستجد وتنحدر من حي القليعة بأسفي. وبهذه الوفاة يرتفع مجموع الوفيات على مستوى إقليم أسفي إلى حالتين بعد الحالة الأولى المنحدرة من حي عزيب الدرعي. وبالموازاة مع ذلك ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بإقليم أسفي إلى 14 حالة، فيما يواصل 63 مصابا علاجهم ما بين أسفي وبنجرير. وعاد إلى مدينة أسفي فجر اليوم السبت 9 أفراد بعد انتهاء علاجهم والكشف عن سلبية نتائج التحاليل المخبرية التي خضعوا لها بمدينة بنجرير. المصابين الذين أعلن عن شفائهم وعادوا إلى مقرات سكنهم، ومن بينهم ممرضة ومنظفة بقسم تصفية الدم بمستشفى محمد الخامس بأسفي. من المنتظر أن يخضعوا أيضا لحجر صحي لمدة 14 يوما. انتخبت صباح اليوم السبت حنان مبروك كأول رئيسة للمجلس البلدي لمدينة اليوسفية خلفا للمرحوم الرئيس السابق محمد نافع الذي وفته المنية قبل أسبوع. الرئيسة الجديدة للمجلس حنان مبروك عن حزب الاتحاد الاشتراكي حصلت على 20 صوتا مقابل 6 أصوات لنوال الجوهري مرشحة حزب الاستقلال، فيما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على 5 أصوات. أهم ما سجلته هذه الانتخابات هو تمرد 4 مستشارين جماعيين عن حزب الاستقلال على مرشحة الحزب نوال الجوهري بعد أن دعموا مرشحة الاتحاد الاشتراكي حنان مبروك وصوتوا لصالحها. باقي الانتخابات المرتبطة بتشكيلة مكتب مجلس الجماعة الحضارية اليوسفية حملت بوبكر المترو لمنصب النائب الأول، وبوزيد العربي نائبا ثانيا، وعبد الكبير دحان نائبا ثالثا، ومصطفى جراندوت نائبا رابعا، بالإضافة إلى إبراهيم الفينو في منصب النائب الخامس، وفاتي المفخول نائبة سادسة، وأمان جهان نائبة سابعة. الانتخابات ذاتها المتعلقة بانتخاب رئيسة ومكتب مجلس الجماعة الحضارية اليوسفية حملت الفاروقي إلى منصب كاتب المجلس، واللجان الدائمة تحمل مسؤوليتها كل من صالح الدبلي كرئيس للجنة الميزانية، وعبد الله الجواهري رئيس للجنة التعمير، والعربية الباز كرئيس للجنة الثقافة والشؤون الرياضية، وعبد المجيد المطراج رئيسا للجنة الاقتصادية. أصبحت إلزامية ارتداء الكمامات ضرورة ملحة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ورغم القوانين الزجرية التي صدرت في حق المخالفين لارتداء الكمامة فما زال الالتزام بارتدائها خارجا عن السيطرة. ارتداء الكمامة الواقية وعلى حد تأكيد العديد من الخبراء يشكل وقاية للفرد وحماية له ولأفراد أسرته من الرداد الذي يخرج من الفم. في ظل صعوبة وعدم التقيد بالمسافة القانونية للتباعد الاجتماعي وخاصة داخل المحلات التجارية والأماكن المكتظة،
هناك من يضع الكمامة وعيا منه بأهميتها، وهناك من يتغاضى عن وضعها عمدا، وآخرون يتحججون بما يقولون أنه اختناق يصيبهم بعد وضعها. تابعوا معنا هذه الشهادات التي استقاها كل من أمين هنفورية ودنيا خليدي. ربما القدرة الشرائية ديال الناس ما تسمحش لهم باش كل 4 سوايع يغير كمامة، ربما الاستهتار أو قلة الوعي على ما أظن. هو كاين اللي كيتخنق، عنده ربما الحساسيه ولا ربما ما معودش عليها، ملي تعود عليها كيشوف سلامته هي افضل من هذاك ضيق التنفس، وهذا غيتعود وغادي يولي عنده امر عادي. كاين اللي كيسهى، كاين اللي ما تقدرش تحكم على الواحد، فهمتي؟ يعني كل واحد وكمنطلق ديالو. بحال الناس ما كيقول لك راه ما بقاش المرض، هذا هو باش كيقول لك المرض راه ما بقاش، كي ملي شافوهم طلقوا، ملي شافوا الحجر بدا كيتخفف هما حسبوا راه صافي راه ما بقاش المرض. وما هادشي اللي كيعطي كيقولوا الناس، كنقول لهم علاش ما كديروش كمامه، كتقول لك لا لا عاوتاني ما كيديروهاش، قال لك في الهواء الطلق، قال لك كنديروها غير في المارشيات وفي الاماكن المغلقه. هادشي علاش خاص يديروا بعض الارشادات باش الناس يعرفوا الاهميه ديال الكمامه، لان بصح كتبروتيجي الناس باش الفيروس هكا ما يدوش. فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد ركودا اقتصاديا ملحوظا على مستوى جميع المجالات الحياتية بالمملكة. الفخار الأسفي من بين القطاعات التي كانت تشهد انتعاشة كبيرة وظل يعتمد على السياحة الداخلية وحتى الأجنبية في تنمية هذا القطاع والتسويق للمدينة. اليوم بات الاهتمام بالخزف الأسفي ضعيفا، مما سبب للتجار في أزمة مالية وتراكم الديون. ووسط دعوات إلى أن يحظى قطاع الخزف بالدعم الحكومي كي يخرج من كساده وإعادة بنائه على أسس صلبة. إبراهيم الهردي وأمين جلواني عدلنا هذا التقرير. لم تكن المكانة التي يحظى بها الخزف الأسفي على المستوى المحلي والوطني والدولي لتشفع لحرفي هذا القطاع بالعودة إلى سابق رواجهم وانتعاش تجارتهم بعد 3 أشهر من إقفال محلاتهم ضمن قرارات الطوارئ الصحية والحجر الصحي. لم يعد مشهد الأواني الخزفية مثيرا للأسفيين وباقي المغاربة وحتى السياح الأجانب وعلى قلتهم. وحدهم الباعة يضربون على ناصية الركود التام والبحث عن زبون قادر على إنعاش خزينتهم ولو بدراهم قليلة. أخويا احنا دابا كل شيء متعلق عندنا بالسياحة، مدينة فهمتي كيجوا الناس على برا هما اللي كيتقدموا عندنا من دون آخرين، وداك الشيء هما اللي كيشجعوا هذا الشيء ديال الصناعة التقليدية. دابا ما حد ما كاينش فهمتي، ما كاينش الطريقة ما محلولاش ما بين دون آخرين، وداك الشيء باقي ما كاينش، الكيران دابا واقفين وداك الشيء، مع الوقت غادي يلا تحرك الوقت. درنا حجر الصحي 3 شهور حنا مريحين، حنا جينا حلينا ما كاداش، ما لقينا والو براني والو. اش عندك ما دير؟ يجي ولد بلادي يدي لك طاجين ديال الطياب غيمشي يطيب فيه، ما عملنا تبيع وتشري، اما والو. راه ولد بلاد كيجي كيدي لك طاجين البراني، راك فينا؟ وهذاك البراني اللي غيجي يدي لك 6000 8000 10000 راه ما كينسد عليه في داره. اختفت مشاهد الازدحام واختفى معها حماس الباعة منتظرين مستقبلا مجهولا، وهم الذين لم يكن يدركوا أن زمن كورونا قد يفزعهم ويفرغ خزينتهم. المصير المجهول يظل أمرا يؤرق باعة الخزف بأسفي، وهم الذين كانوا وإلى أمس قريب يفتخرون بالانتعاشة الاقتصادية التي يشهدها قطاع الخزف على مر أيام السنة. وحلينا يعني الحوانت هنا، ما زعما ما كاين حتى حاجه، واخا حلينا ما كاين لا بيع وشراء ولا والو، بنادم مريح وصافي. هذا القطاع عندنا هنا دابا متعلق دابا بالناس اللي كيدخلوا من خارج المدينه، من خارج المدينه ومن برا. دابا حنا كنتسناو هذا الصيف، هذا الصيف يعني راه ما بقينا كنتسناو لا صيف الاول، ما كاين لا صيف الاول، والوقت راه بان لينا حنا شبان. وضرينا يعني المناسبات اللي كنبيعوا ونشروا فيهم، كاين هذيك العطله ديال الاخر ديال شهر 3 هذيك ديال الربيع، هذيك اللي كدوز عندنا محرك هنايا والصيف. وحنا ملي حلينا دابا من وراء الحجر يعني ما كاين حتى شي حاجه، حنا حلينا تقريبا لمده 10 ايام ولا ما عرفتش، ما كنتسفيلوش تقريبا نهائيا، كاع ما كيدخلش حتى شي واحد يطلع لك هنا في المحل وشحال. ضاع الحماس واختفى الزبون وسيطر الركود، وبقي البحث عن السبيل لعوده قطاع الخزف بأسفي الى سابق انتعاشته.
أمرا يتمنون تحقيقه وتجسيده في القريب العاجل. عادت محلات بيع الخزف بمدينة أسفي لتفتح أبوابها بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية التي مرت منها البلاد، انطلاقة متعثرة وديون تثقل كاهل هؤلاء التجار. هذا الركود التجاري نسبه أغلبية التجار إلى غياب السياح عن المدينة بسبب إغلاق مداخل ومخارج المدن. تواصل السلطات المحلية بأسف حملاتها لمراقبة مدى تطبيق إجراءات تخفيف الطوارئ الصحية والتقيد بالضوابط المرتبطة بهذا الشأن، وتشمل عمليات المراقبة عددا من الحمامات الشعبية والتي عادت إلى العمل بعد توقف ناهز 3 أشهر، حيث تجري مراقبتها فيما يتعلق بإجراءات السلامة والتقيد بنصف الطاقة الاستيعابية. وشملت حملة المراقبة أيضا عددا من المحلات التجارية بالإضافة إلى احتلال الملك العمومي، خاصة عمليات البناء على مستوى الأرصفة. وللمزيد من الأخبار زورنا على موقع safigood.com. نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.